ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا بريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الدلو اليوم الجمعه 17 ديسمبر كانون الاول 2021. ستجري اتصالات مثيره هتفتح لك الابواب. الصداقات المتناميه الايجابيه للغايه وشيكه هتقطع عوضك وهيطلب دماغك الفوار لحظه من الاسترخاء. امنح نفسك الوسائل للقيام بذلك وسيكون كل شيء للأفضل. بالنسبة ليك مزاجك سوف تستمتع بمن حولك وستكون بطبيعة الحال موضع تقدير كبير اليوم. بالنسبة ليك عاطفيا أنت تميل إلى الذهاب لقضاء عطلات والهروب من الطحن اليومي والبحث عن العشب الأكثر خضرة على الجبهة العاطفية، فأنت ممتاز للعيش بشكل كامل في الوقت الحاضر. بالنسبة لك مهنيا الراحة غير متوقعة اليوم، ستجعلك مهامك أسهل وسيصير عملك بسلاسة أكبر. وإن لن تواجه مشكلة في تحفيز الزملاء على مشاريعك، أنت تقترب من الترقية كثيرا. بالنسبة لليوم القمر في برج الجوزاء وده هيأثر في الكثير من الأشياء أثناء انتقاله، في الصراع بين المشاعر والعقل وحتى الارتباطات الاجتماعية والمكالمات الهاتفية والقلق. توقعات العشرية الأولى مواليد 21 يناير ل 31 يناير. سيكون هذا يوما ممتاز للدراسة. أولئك الذين يتنافسون على مكان مرغوب فيه أو يخضعون لامتحان، إذا لم تكن أي من هذه الأمور تهمك فستتاح لك فرصة الاسترخاء في جو هادئ ومتألق ومريح. ستكون تبادلاتك الفكرية مع الآخرين بناءة للغاية اليوم. توقعات العشرية أو الاحتفال والرقص، العلاقات الفاترة، كن منظما لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة والتي ستكون مليئة بالمواجهات والتجارب المسلية والعمل الجماعي المشترك. لن يدم أي شيء ولكن كل شيء سيكون مسليا، لذا استمتع بالأشياء على أكمل وجه اليوم. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 فبراير ل 18 فبراير، سيكون الضوء على الحب والسرور. أولئك الذين هم في حالة حب سيشعرون بالعاطفة في جو من الحميمية المتصاعدة. أولئك الذين هم عاذبون سيكون لديهم كل الفرص لعدم البقاء على هذا النحو، ومع ذلك لا شيء يمكن أن وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.